تعقد اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لقاءان مع عدد من مسؤولي كبريات الشركات الأمريكية على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. تبحث نصر خلال اللقاءات زيادة الاستثمارات هذه الشركات في مصر، وذلك في إطار متابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن.